أعلنت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن أمانة العاصمة وبلديات المحرق والشمالية والجنوبية قامت بصيانة وتطوير 82 موقعاً، وذلك من خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2023. وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن أمانة العاصمة نفذت 19 مشروع لصيانة وتطوير المماشي والحدائق والاستراحات العامة في مختلف مناطق محافظة العاصمة، كما نفذت بلدية المحرق 14 مشروع صيانة وتطوير المماشي والحدائق وتوصيل المياه المعالجة وتطوير شبكات الري، بالإضافة إلى إنشاء حدائق جديدة، فيما قامت بلدية المنطقة الشمالية بتأهيل 27 مرفقا شملت الحدائق والسواحل والمماشي والساحات المفتوحة والشوارع. من جهتها عملت بلدية المنطقة الجنوبية على تطوير 22 مرفقا عاما في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية.